تعدي اوقاتكم، تعالوا نجرب اطيب سلطة فواكه بالعالم. اذا كنتوا اول مرة بتشوفوا قناتي، حطوا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد. بالبداية عندي هون فواكه مشكلة، اي نوع بتفضلوا. ببدأ بقطع حبات الكيوي لقطع متوسطة، حبات من الفراولة كمان لقطع متوسطة أو حسب رغبتكم. عندي هون المانجا بقطعه كمان قطع متوسطة. بهذا الشكل حبات من الموز كمان بقطع على قطع متوسطة. عندي هون نصف كوب عصير برتقال، نحرك منيح ونتركه على جنب حتى يمتص كل العصير. عندي هون بأكواب أو زبادي أو أي شي بتفضلو. عندي هون الكريمة الجاهزة، بحط أول طبقة وطبقة من الفواكه، وعندي هون حبات من الفراولة، حبات من الكيوي بتعطي شكل كتير حلو. بشكل أول طبقة من الفواكه، طبقة من الكريمة، بإمكانكم تستخدموا كريمة الخفق أو الكريم شانتي. عندي هون شوكولا سائلة، أي نوع بتفضلو. بكرر طبقة، طبقة من الفواكه، طبقة من الكريمة، طبقة من الشوكولا لحتى أخذ الشكل المطلوب. عندي هون القشطة المسحبة مساويتها أنا على طريقتي، رح نزلها بالفيديو الجاي. هلا أضيف القشطة المسحبة بعد ما شكلنا آخر طبقة من الكريمة، بتعطي شكل كتير حلو وبزين اي نوع متوفر من المكسرات، فستق، اي شي بتفضلو. مساحتين وهنا، وان شاء الله تكون عجبتكم وصفتي لليوم، ولا تنسوا اللايك.